مرحبا، نبدأ هذه النشرة بالعناوين. الملف الرئاسي يعود إلى دوامة الجمود. رئاسيا أيضا، هذا ما حملته رسالة لجنة العلاقات الخارجية إلى جو بايدن. غدا في جزين، الرئيس في عرينه والتيار على أرضه. النمور في حرب لبنان، حقائق حول سقوط مخيمي جسر الباشا والنبعة. قرعة كأس العالم في كرة السلة، من سيواجه لبنان في إندونيسيا؟ أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى وتنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع وقناة otv.com.lb وعلى حساباتنا على تويتر، فيسبوك، إنستغرام وأيضا على تيك توك. الموعد غدا في جزين. جزين عروس الشلال وقلعة الجنوب ورمز الصمود ومقلع الوطنية ومعقل الأمل وعنوان الكرامة وعلم لبنان الرسالة الأكثر من بلد. جزين عروس الشلال بجمالها الفائق وطبيعتها الخلابة. جزين قلعة الجنوب ببطولات أهلها عبر التاريخ. جزين مقلع الوطنية مهما اتهم البعض وأخطأ. جزين رمز الصمود في الحرب كما في السلم وعلى مر الأزمنة والمراحل والعهود. جزين معقل الأمل بالخلاص من وصاية الداخل بعد احتلال الخارج. جزين عنوان الكرامة بصلابة الموقف وقوة الإرادة. جزين علم لبنان الرسالة الأكثر من بلد بالوحدة الوطنية والعيش الواحد على قاعدة الميثاق والشراكة والمناصفة والمساواة التامة بين اللبنانيين أفرادا ومكونات. الموعد غدا في جزين، موعد الجزينيين في منطقتهم، وموعد الرئيس العماد ميشيل عون في عرينه، وموعد التيار الوطني الحر على أرضه، وموعد رئيس التيار مع كلمة هامة سترسم حدود المرحلة، وأيضا ستضع النقاط على حروف المواقف من الاستحقاقات المقبلة على أن تنقل وقائعها كما وقائع القداس الإلهي، ثم الاحتفال الشعبي وكلمة الرئيس ميشيل عون مباشرة عبر الأو تي في. وأيضا ستنشر على مواقع التواصل الخاصة بالمحطة والتيار الوطني الحر والعماد ميشيل عون والنائب جبران باسيل. الموعد غدا في جزين. أما مواعيد الأيام المقبلة فمع حلول مطلوبة للأزمة وخروج آمن من المأساة وعودة كريمة إلى الحياة الكريمة لجميع اللبنانيين بعد 30 عاما من الانقلاب على الوفاق الوطني وثلاثة أعوام من الانقلاب على المحاولة الإصلاحية الفعلية الوحيدة مذ ذاك مع العماد ميشيل عون. إلا أن البداية رياضية بامتياز مع القرعة التي أجريت اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث حسمت مواجهة منتخب لبنان لكرة السلة للرجال وسيشارك في جاكرتا مع منتخبات كندا ولاتفيا وفرنسا من ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم. وللإضاءة أكثر على تحضيرات المنتخب وماذا سيواجه لبنان وما هي هذه التحضيرات، ينضم إلينا مدرب منتخب لبنان جاد الحاج عبر تطبيق زوم. مساء الخير كوتش. مساء الخير جويس لكل المشاهدين. اليوم صرنا بواقع كأس العالم. كنا قبل عم نحكي عن قد ايه لبنان كان جبار بالوصول الى كأس العالم، كان في تمنيات، اليوم جرت القرعة، المجموعة صعبة نوعا ما، لقيتها اول انطباع لمدرب منتخب لبنان جاد الحاج؟ تابعنا اليوم القرعة، كنا عم نحضر مباشرة. مجموعتنا بتتضمن المنتخب الكندي، اللاتفي والفرنسي، منتخبات عريقة جدا، عندهم نجوم كتير كبار. فرنسا خلصت بطولة أوروبا بالمركز الثاني مؤخرا، المنتخب اللاتفي شهد تطور، منتخب كندا عنده عديد من اللاعبين بالـ NBA، لكن نحن هذا كان حلم لأننا نوصل على كأس العالم حققناه. اليوم بدنا نروح ونشارك لأول مرة، إن كان كجهاز فني ولا لاعبين، عنا طموح كتير كبير، عنا شغل كتير كبير بدنا نعمله، وإن شاء الله نوصل لهونيك بشهر آب بأفضل صورة ممكنة.
عن هيدا الشغل الكتير كبير بدي أسألك مدرب منتخب لبنان، هيدا الفترة الأخيرة اللي شاركتوا فيها بين نوافذ وصولا لكأس العالم بجاكرتا بإندونيسيا، هي رح تصير بين الفلبين واليابان وإندونيسيا. نحن لأنه ضمن المجموعة الثامنة كنا بجاكرتا رح نكون. خطوا مباريات كبيرة، ربحتوا على نيوزيلندا، ربحتوا على الأردن، وكان في روح فريق إيطالية أول مرة انخلقت. في عامل رح ينضاف لألكن بآب بآخر آب البطولة هو المجنس أوماري سبلمان. أوماري سبلمان صح. كيف رح تكون تركيبة منتخب لبنان من وجهة نظر الفنية؟ بنعرف أنت عطيت كتير بهذا الموضوع، بس شو الإضافة يلي رح تكون بكأس العالم يلي هي الهدف الأساسي لألنا؟ مثل ما قلت لك في حماس كتير كبير عند الشباب اليوم لأول مرة، بين إذا بدك عنا اليوم جروب من 16-17 لاعب، ولا واحد منهم بالسابق شارك بكأس العالم، بالإضافة لعمر سبلمان يلي ما كان معنا بالسابق بكأس آسيا، كنا بنفتقد لعيب مثله بالبطولات السابقة والتصفيات. اليوم رح ينضم لنا بآخر شهر تموز، كان عندي اجتماع مع رئيس الاتحاد، حطينا الخطة، حطينا طريق العمل، بلشنا شغل. عمر سبلمان انضم لنا بشهر تموز فور انتهاء بطولة لبنان، ووصل رح نعطي الشباب شوية راحة، وبعدين رح نطلق التمارين والمعسكرات والمباريات الودية اللي رح نخوضها. رح يكون في معسكرات وهذا الالتزام، يعني بنعرف التركيبة بالمنتخب تركيبة دفاعية أكثر، لأنه أنت معروف بهيدي السياسة، خلينا نقول الرياضية بالملعب. قديه متكلين رح تكونوا على اللاعب المجنس سبلمان، أو بالعكس رح يكون في الاتكال على اللبنانيين مثل ما دايما، مثل ما فرجوا بطيلة المباريات اللي شاركوا فيها رح يكون إضافة؟ والبعض، خلينا اسمح لي بس اسألك، انه البعض عم يحكي عن اللياقة البدنية للاعب المجنس، انه منه حاضر، او نحن بحاجة للاعب ارتكاز، بالنهاية هيدا خيارك وانت شايف انه هيدا المكان المناسب. اليوم نحن هيدي الروح الإيطالية والدفاعي اللي معتمده باللقاءات هو اللي وصلنا لهون، إن كان بآسيا ولا تأهلنا على كأس العالم، بدنا نعززه لأنه عم واجه منتخبات كتير كبيرة، عندها نجوم كتير كبار، أكيد ما فينا نربحهم بس بالهجوم، بده يكون دفاعنا مميز وبأعلى مستوى. عمر سبلمان بده يكون موجود كمان معنا تيعطينا حلول هجومية، كونه هداف من الطراز الرفيع، خبرته كتير كبيرة بصغر عمره. لكن اليوم عم بسمع شوية انتقادات على حالته الجسدية، هو هيك لعيب بيلعب بهيدا ستايل بهيدا الفورم، بركي شوي اوفر ويت هلا، لكن من هون لشهر تموز عنا شهرين تيكون بالبست شيب، واكيد فور الوصول لهون رح يخضع لكل الفحوصات ولكل البلان نحن حنحط له اياها. رح استفيد من وجودك معنا. بعد بدي اسالك عن تحضيرات الاتحاد اللبناني لكره السله، كمان كان عم يعطي يمكن الماكسيموم بهذا الاطار، وكان في اجتماع هلا مع رئيس الاتحاد، شو اللي طالبينه بعد كجهاز فني للمنتخب، وقد ايه قادرين نحقق انتصار على كندا مثل 2010 وانتصار على فرنسا، منتخب فرنسا، لانه المنتخبين نحن لعبنا ضدهم لو بمواجهات تاريخيه سابقه وربحناهم. صحيح، بس بتعرف الظروف اليوم مختلفه كليا. اكيد بس هذا الامل اللي حكينا عنه. المنتخب عنده فوق 15 لعيب بالان بي اي، المنتخب الفرنسي عنده فوق 10 لعيبه بالان بي اي، لكن ما في شيء مستحيل، هذا تعلمناه من الانتصارات اللي عملناها بالسابق. الاتحاد اللبناني مشكور ولجنه المنتخبات امنوا لنا كل شيء بحاجه له، ان كان معسكرات، ان كان مباريات وديه، تحضير باعلى مستوى بده يكون، كل رح يعمل شغله، والهدف انه نوصل ل 25 اب باقصى جهوزيه. لو ما كنا بالمجموعة الثامنة، بأي مجموعة كنت بتفضل نكون كمنتخب لبنان؟ بتطور المجموعة السادسة، مجموعة السادسة. مجموعة السادسة، برأيك فنياً بعيداً عن منتخب لبنان، مين الأبرز لإحراز بطولة كأس العالم؟ دائماً المنتخب الأمريكي حيكون بالطلعة، لكن بدك تنتظر تشوف ليست اللاعبين اللي حيجوا، أي نجوم اللي حيستدعوا، هذا الشيء دائماً بيتحدد اخر الايام قبل البطوله او اخر شهر شهرين تقريبا. دائما المنتخب الامريكي هو المرشح الابرز، لكن دائما المنتخب الاسباني كمان عوضنا على مفاجات، والمنتخب الصربي واليوناني والفرنساوي اللي موجودين معنا المجموعه، بتصور هدول خمس منتخبات دائما بيكونوا بالربع النهائي باي بطوله عالميه. اذا بدي منك بالختام مدرب منتخب لبنان توجه رساله للاعبين
يلي رح تختارهم بعد فترة تيكونوا من ضمن المشاركين بكأس العالم وللجمهور اللبناني؟ كتير كان في هيك إذا بدك خيبة أمل من بعض القرعة، هذا الشيء بدنا نحطه ورانا. مزبوط كان فينا نجيب مجموعات أهين، لكن نحن حققنا هدفنا وحلمنا هو الوصول لكأس العالم. اليوم حنروح بمعنويات كتير عالية، رح نشتغل كتير، حققنا حلمنا الأول، لكن حلمنا بالمشاركة بإحراز مفاجآت دائما رح يكون هو هدفنا الأساسي. لكل اللاعبين حضروا حالكم، ان شاء الله ما حدا بيتعرض لاصابات ببطوله لبنان، ونكون كلياتنا كاملين متكاملين للبطوله. نحن بيلزمنا نربح على لاتفيا وعلى مين كمان؟ يلي بيطلع بايدنا بنعمل، لاتفيا، فرنسا او كندا، رح نلعب كل ماتش بماتش وحنحضر لك كل مباراه ونقدم الماكسيموم اللي عندنا اياه. شكرا لك مدرب منتخب لبنان جاد الحاج على هالمقابله، ودائما الامل موجود لو كانت الفرق فنيا اصعب منا، بس نحن تعودنا بكره السله نصنع معجزات، وخير دليل يلي عملتوه انتم كمنتخب لبنان بالفتره الاخيره. شكرا لك، شكرا للاعبين وللجمهور يلي لازم دائما يضلوا متابع منتخب لبنان بكل ظروفه. شكرا. وفي أسرار اليوم، القوات تشير إلى موقف التيار من فرنجية بإيجابية بأحد بياناتها. توقف متابعون عند ورود اسم تيار الوطن الحر كأحد الرافدين الأساسيين لوصول فرنجية بأحد بيانات القوات اللبنانية. تروج أوساط بثماني أدار مبادرة معينة سوف تطرح رئاسيا على أمل تجاوب جبران باسيل. كرر أحد الخبراء الماليين التحذير من ارتفاع غير مسبوق بسعر صرف الدولار خلال أيام أو أسابيع قليلة. جعجع يؤكد طريق عودة النازحين تبدأ برحيل الأسد في تذكير اليوم. كلمة وبتمنى تمسكوني عليها للآخر، اللي بده مزبوط يرجع النازحين السوريين إلى سوريا بده يسعى تشوف كيف بشار الأسد يطلع من سوريا. طالما في بشار اسد بسوريا، طالما في عوده للنازحين، لكل الاسباب يلي قلناها. في زيارة هي الأولى للقضاء بعد انتهاء ولايته الرئاسية، يزور الرئيس العماد ميشيل عون جزين غدا، ويرافقه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. فماذا قال النائب السابق أمل أبو زيد عن الزيارة عبر حوار اليوم من الأوتيفي؟ نحن بكرة معهم على الموعد تنستقبل العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية السابق والوزير باسيل، تنأكد على شيئين. الشيء الأول انه لا، بعد منطقه جزين وجزين هي معقل للتيار الوطني الحر، معقل للعونيين، لانه ما بننسى نحن كابناء منطقه جزين دور العماد عون والسياسه اللي اتبعها والنهج اللي اتبعه العماد عون قبل ما يصير رئيس الجمهوريه، حتى بخلال ممارسته سلطه الرئاسه الجمهوريه بتطوير العلاقه بين جميع المكونات اللبنانيه ببعضها. ونحن ما بننسى ابدا انه العماد عون هو جزء من منطقه جزين، يعني هي بالنهايه اهله خلقوا بالمكنونيه ببلده من بلدات قرى منطقه جزين، هو العوده لها هي شغله طبيعيه بالنسبه لنا نحن، في الرابط الانساني، الرابط الاجتماعي، الرابط العاطفي والرابط السياسي اللي هو بالنسبه لنا اليوم بهيدي المرحله له معنى ومغزى كثير كبير، لانه مثل ما قلت حضرتك قبل شوي، صحيح انه الانتخابات النيابيه حصلت من سنه، انه التيار خسر الموقعين النيابيين اللي هو كان عنده اياهم، ولكن اذا بنرجع نتذكر شو اللي كان عم بيصير من سنه وقبل السنه، وهذا هالهجوم الكبير اللي كان عم بيتمارس يعني على التيار الوطني الحر وعلى الوزير باسيل وعلى رمزيه العماد ميشيل عون ودوره السياسي الاساسي، وهالكم الاعلامي والهجوم الكبير اللي صار، هذا انه خسرنا معادين نيابيين، ولكن هذا ما بيعني انه التيار
والحالة العونية منا موجودة بجزيرة، بل بالعكس على الرغم كل اللي صار تبين انه نحن كمجموعة بعده رقمنا كتير كبير وبعده موجود، ورح تضل منطقة جزيرة تتثبت وتترسخ بكرة بالزيارة انه هي المعقل الاساسي للتيار الوطني الحر. يعني جزيرة كانت وسوف تبقى. المتأملين نحن من هذه الزيارة اذا بدك اول شيء اولا ترحيب بالعماد عون عم بيروح على مثل ما قلت لك على منطقة جزيرة، هذه اول زيارة بون فيها لما بطل رئيس الجمهورية راي على المنطقة اللي هي بتعني له، ومثل ما هو بيعني لأهله يعني هي كمان بتعني له لأهله هو. الهدف منا هو شيئين، يعني أولا تثبيت الدور والنهج السياسي للعماد عون نبلش فيها من منطقة جزيرة، هيدي المنطقة اللي فيها مكونات تختصر المكونات المجتمع اللبناني والمحيط طبعاً، المحيط الصيداوي البكتيري السنية، إخواننا الشيعة اللي موجودين كمان معنا بمنطقة جزيرة وعلى كمان جيراننا إخواننا الدروز. هيدي الجزيرة اللي اسمها منطقة جزيرة أو جزيرة تحديداً بتشكل إذا بدك مرفق أو مدخل إلى السياسة اللبنانية ككل، كيفية الانفتاح والتعاون مع الآخر. ما بيعني نحن بدنا ندوب مع الآخرين، ولكن لا، نحن بدنا نرسخ سياسة الانفتاح والاعتراف بالآخر مثل ما نحن معترف فيه وبده يعترف فينا، ونأكد للآخرين حضورنا السياسي ومد يد التعاون مع جميع المكونات السياسية لما هو في مصلحة منطقة جزيرة بالدرجة الأولى والجنوب. لأن كلياتنا نحن نعرف شو مهمة كانت منطقة جزيرة لما بكون فيها نواب للتيار الوطني الحر، لأنه نحن ما في تحدي لأي حدا بهذا الحضور، بل بالعكس هو حضور للطلاق والحوار. طلب وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب خلال لقائه نائب المدير العام ورئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الأمريكية سوفي بيكر توضيحات رسمية حول التصريحات المتداولة في فيديوهات على رسائل التواصل على وسائل التواصل الاجتماعي للمواطن السويدي كمال اللبواني التي يدعو فيها النازحين السوريين في لبنان إلى مخالفة القوانين اللبنانية ويحرضهم على العنف والكراهية وحمل السلاح في لبنان. كما ستتابع الوزارة التطورات في هذه القضية التي تمس الأمن القومي الوطني بانتظار الحصول على التوضيحات المرجوة من السلطات المختصة. فاصل ونعود إلى النشرة. أهلا بكم من جديد. كاراكلا في حفل يعود ريعه لدعم نشاطات جمعية اسطح بيروت. دعما لنشاطات جمعية اسطح بيروت وأهداف الإنسانية، رأست فرقة كاراكلا مجسدة أجمل لوحات المستوحاة من عمل المسرح الجديد بأمسية راقصة حركت مشاعر الحضور. وقد استهلت الإعلامية داليا داغر الاحتفالية بكلمة رحبت فيها بكل من شعر بنفسه معنيا بخدمة المجتمع اللبناني بهدف دعم العائلات الأكثر حاجة والحالات المرضية المستجدة بظل الأزمة الاقتصادية والمالية يلي عم تعصف بلبنان. شغلتين كتير مهمين اليوم، وجودكم ووجود كاراكلا عن جديد بلبنان. وجودكم لأنه اليوم أنتوا بكل كارت اشتريتوه لسطوح بيروت حطيتوا حجرة صغيرة وحطيتوا نفس بكتير قلوب من الناس. ايه بيشرفني اعلن لكم انه اليوم من وراء مساعدتكم، من وراء الدعم اللي عطيتوه من خلال شراءكم للكروتي لمسرح كاراكلا، غير الحياة اللي عم تزرعوها بهالجمعة الحلوة، عم تزرعوا حياة بطفلين، ومش بس بطفلين، بحاجة لعملية، ونحن ما عاد عندنا القدرة الكافلة انه نحن نلبي لهم طلباتهم. طفلين ايه رح تساعدون، ورح تساعدوا شيء ثاني وهو حطيته حجر انه نحن رح نعيش وما نسكر، لانه انتم كنتوا نويو دار للمسنين بقلب منطقه زحله. امبارح زرناه بسكر وبيقضي على حياه اكثر من 100 مسن ما عنده حدا لو سكر. فاذا انتم اليوم من خلال الفن رح تعيشوا ناس عن طريق سطوح بيروت بهيدا العرض اللي رح تستمتعوا كلكم بحضوره. بشكر كل حدا منكم شجع، كل حدا شجعه اجا وكل حدا شجعه ما اجا، ونحن بقلبنا حاملين ارزه لبنان وانتم بقلبكم حملوا سطوح بيروت.
بيروت. رايع الأمسي عاد بالكامل لجمعية سطوح بيروت يلي بتواصل المسيرة رغم الظروف الاقتصادية الضاغطة يلي بتعيشها البلاد وعلى وقع تنامي الحالات المحتاجة. وكان في عداد الحضور فعاليات سياسية إعلامية فنية واجتماعية، ومن الرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب مئاتي يلي أثنى على هذا العمل الفني الرائع والهادف في سبيل الآخر. بعد غياب 3 سنوات عن الشارع لأسباب عديدة، منها جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية ولمناسبة عيد العمال، وقفة احتجاجية حول العنف والاستغلال، وأيضا صرخة من قبل عاملات المنازل التي تعانين من العنف بشكل يومي بحسب ما قال. نرجع نقول ما في مبرر للعنف غير معنف. نحن مش ضد اللبنانية، مشكلتنا مش بين اللبنانية وعجنب، مشكلتنا بين مؤنف والضحية، بين اللي عندهم حق يلي عم ياكل حقنا، نظام الكفالة وكرامتنا. نحن مكاملين، نضال ضد العنف والاستغلال، ضد العنصرية، ضد الذكرية، ضد التعتيم على مشاكلنا والتهيننا، لحتى يجي نهار يصير في عدالة لضحية نظام الكفالة، ليجي نهار يندموا عمليات منازل بنين عمل، يصير عمل منزل عمل بيحترموا فينا. اكل شيء نتمنى انه السنة الجاية عدل عمل يكون، حقونا يكون فيه عدل. فصل جديد ونتابع النشرة. نتابع نشرة مع الأخبار الإقليمية والدولية. في سوريا أصيب 3 مدنيين ليل الجمعة السبت جراء قصف جوي إسرائيلي في محيط حمص. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية سانا أن الجيش الإسرائيلي قد نفذ عدوانه الجوي فجر السبت بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان، وأن وسائط الدفاع الجوي السوري قد تصدت له وأسقطت بعض الصواريخ. هذا القصف أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين، كما إلى اشتعال محطة للمحروقات واشتعال عدد من الصهاريج والشاحنات. إلى صفحة الأحوال الجوية مع بولين عون. مساء الخير. طقس متقلب وماطر نتيجة منخفض جوي مسحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق السواحل التركية عم بيأثر على طقس لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، وبيستمر لبعض ظهر الأحد لينحسر تدريجيا صباح التنين. جونا لبكرة غائم جزئيا ودرجات الحرارة بتتسجل على الشكل التالي. منبدأ بعقار وطرابلس عم بيسجلوا 20 درجة، العاصمة بيروت والصور 19 درجة. ننتقل لبعلبك 14، اللقلو 11، زحلة وجزين عم بيسجلوا 14 درجة. نسبة الرطوبة ساحلا بتوصل ل 70%، الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بتوصل لل 40 كيلومتر بالساعة، وحال البحر مائج. خلينا نشوف سوا تفاصيل الأيام الجاية. للأحد جونا غائم جزئيا مع أمطار صباحية وثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، درجات الحرارة عم بتسجل أقصاها ساحلا 19 درجة. لنهار التنين جونا غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ضباب محلي على المرتفعات، بيتساقط الرذاذ بشكل متفرق صباحا وبيستقر الطقس خلال النهار مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة اللي عم بتسجل أقصاها 20 درجة. لنهار الثلاثة جونا قليل الغيوم بالإجمال مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة يلي عم بتسجل 22 درجة. لنهار الأربعة جونا بيتحول لدافي مع ارتفاع بدرجات الحرارة يلي عم بتسجل أقصاها 24 درجة. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية، بلاقيكم بكرة، تصبحوا على خير. ومع الطقس على أمل أن يكون دافئا غدا، نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعبر صفحات الOTV على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، إنستغرام، تويتر وتيك توك. إلى اللقاء.